الله يخليكم أرجوكم الله يخليكم. خليوا السيد الوزير يعقب على السيدة المستشارة الله يخليكم، والله يخليكم في لا غيجي نردوا له الوقت ديالو. الكلمة لك سيد الوزير. الله يخليكم الله يخليكم، شاد النظام في الجلسة الله يخليكم. السادة المستشارون الله يخليكم. نظموا شويه الجلسه الله يخليكم. الكلمه للسيد الوزير، الكلمه للسيد الوزير الله يخليكم. الساده المستشارون من فضلكم ارجوكم الكلمه للسيد الوزير. السيد داودي الله يخليك لك الكلمه. اسف كان مع الشعب عارف شكون تقول، معقوله يسكتوا؟ واش يجيو بلاصتو؟ كون صوتوا عليك الناس كون جيت هنا. الله يخليكم. كون صوتوا عليك الناس. شوفوا الله يخليكم. السادة المستشارون نذكركم بأن هذه الجلسة مباشرة على التلفازة، وراه فتنا الوقت مع الساعة الواحدة كاينين أخبار، وما بغيتش نحرموا المتفرجين من يتفرجوا في الأخبار. الله يخليكم، نكملوا الجلسة ديالنا ونعطوا الكلمة للسيد الوزير. شكرا. هاد الصباح كنت في المارشي غرو، دجاج 260 ريال، الليمون جوج دراهم حتى لجوج دراهم ونص، المطيشة جوج دراهم حتى ثلاثة دراهم، السرديل في السلة الجديدة تيبدا من 10 دراهم، في تابريكت اسكت واش تعرف المازوت ولا فين تعرف المازوت انت؟ تمارة كانت 13 درهم. إذا الآن ما بغينا نجاوبوكم، ما بخلونا شو تقول؟ الله يخليك سيد الرئيس المستشار، إلا كانت نقطة نظام في تسيير الجلسة مرحبا. ما يمكنش نتقاطع ما تكلمت شيء، ما يمكنش. غنعطوك الوقت السيد الوزير باش تتكلم. السيدة الرئيسة، أولا السيد الوزير تم حرمانه من واحد الحصة معتبرة من الوقت ديالو، خصها تحل بالاعتبار. ثانيا السيدة الرئيسة، أنا كنتوجه لك، أن هذا الدور ديالك في تسيير الجلسة، راه كاين نظام داخلي كيضبط السير ديال هذه الجلسة. ملي كنتكلموا حنا كمستشارين عندنا الحق في الكلام، ولكن ملي كيتكلموا السادة الوزراء كيخصنا نحترموا الحق ديالهم كذلك في الكلام، وما نشوشوش على الأجوبة ديالهم. خص كل واحد يتحمل المسؤوليه ديالو. شكرا سيد المستشار الله يخليكم. الا كان في تسيير الجلسه حيت كتقاطعوا سيد الوزير، الا كان في تسيير الجلسه خذوا الوقت في حدود جوج دقائق، الا ما كانش ونبقاو نستمروا في هذه الطريقه غنرفعوا الجلسه الله يخليكم. تفضل سيد المستشار. شكرا سيد الرئيسه. حين يتحدث المستشارون تحت هذه القبة يتحدثون بكل احترام وتقدير لأعضاء الحكومة ولزملائهم مع بعضهم البعض، ولكن حين تتطاول الحكومة وتقيل الاحترام على هذه المؤسسة الدستورية فالأمر غير مقبول تماما ورد فعل مشروع. شكرا شكرا. الكلمة للسيد الوزير. النظام الداخلي لمجلس المستشارين هو الحكم، من حق أي مستشار أو أي وزير